بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. احنا عندنا صحيح عندنا حاجات كتيرة محتاجة ان احنا نجتهد شوية، بس مش محتاجة مننا ان احنا نزود العبء علينا ونزود وجعنا من غير ما نشعر ونعقد الأمور بشكل ملفت للنظر. كل ده بيحصل للإنسان لما ما يقدرش يدير مشاعره، ما يقدرش يدير ضغوطه، ويحاول بقدر الإمكان إن هو يعمل حاجة، الحاجة دي خطيرة جدا جدا، وهو بيعملها وبيحس إن دي أمر سهل وميسور ومن حقه وهو مبرر لأنه من حقه، لكن في الحقيقة هي لما بتحصل ويبقى ده جليس الإنسان الدائم، الإنسان ده في حاجات كتيرة بتستهلك في حياته. الجليس ده هو كثرة الشكوى، احنا بقينا نشتكي كتير. لازم نعرف احنا بقينا نشتكي كتير ليه، وإيه اللي بيخلينا نداوم على الشكوى. ومش هنقدر نتكلم في ده غير لما نتكلم مع المتخصصين، ومش هنلاقي أفضل من أستاذ الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر. دكتور محمد، إزاي حضرتك؟ يا أهلا وسهلا فضيلتك. إحنا بنشتكي، بقينا بنشتكي كتير ليه يا دكتور؟ يعني هي الشكوى أحيانا تكون نوع من الفضفضة علشان نرتاح وعلشان نجتذب تعاطف الآخرين أو مساعدتهم، ساعات تبقى صرخة طلب للنجدة، لكن الوجه الآخر والوجه السلبي للشكوى حين تصبح سلوك معتاد، أيوة، وحين يعني يتنفذ الشخص طاقته في الشكوى بدل ما يستنفذها أو يوجهها ناحية حل المشكلة. في ناس كتير تدمن الشكوى، وهنا الخطورة بتاعتها أنها تتحول وكأنها تسول عاطفي، يعني بنسميها كده نوع من التسول العاطفي، انه الشخص عايز طول الوقت ان الناس تهتم بيه وتطبطب عليه وتقدم له المساعده، فيصبح دون ان يدري متسولا وجدانيا او متسولا عاطفيا، يعني بيتسول اهتمام الناس. فدي بتبقى نوع من حتى الاضطراب، انه الشخص طول الوقت يشكو، وهنا الحاجه اللي هو بيشتكي منها بتنشط وتتاكد في المخ وفي النفس البشريه. يعني كان كتر الشكوى ده بيخلي المعنى اللي جواه اللي بيوجعه يتاكد ويثبت ويصبح شيء مزمن، ويعني يقول هو يستغرب بقى، يعني انا بشتكي اهو بالليل وبالنهار ومفيش حاجه بتتغير ومفيش حاجه بتتحسن، لانه هو استفرغ الطاقه في الشكوى، فلم تعد هناك طاقة للتغيير أو طاقة للعمل أو طاقة لأن هو يخرج من الأزمة أو يخرج من الضائقة اللي هو فيها. فإحنا بيبقى عندنا حاجتين، في ناس ما بتشتكيش خالص، أيوة، فدول بنقولهم لا، يعني حاول كده برضو إيه، يعني لو عندك حاجة بقى قولها لحد أنت بتحبه، بس هيقولها في الشكل المعقول على أساس أنه هو برضو الناس تحس بيه ويحس أن في حد جنبه أو حد حاسس بيه. لكن الوجه الآخر للشكوى لما يكون الشخص بقى مدمن للشكوى وبالليل وبالنهار بيشتكي، ولأي حد ولأي حد ولأي حد، يشتكي من ضائقة الحال، يشتكي من هموم، وبيشتكي لأي حد يا دكتور، أي حد يقابله بيشتكي له، بيشتكي لأي حد. وإحنا عندنا في عبارة كده بنكتبها على الشتة أحيانا لبعض المرضى، نقول له إيه لما نعرف ان هو دخل في مشكله ادمان الشكوى دي، نقول له نكتب على الروشته، على ظهر الروشته كده، ممنوع الشكوى الا لله ثم للطبيب. ليه بقى؟ بنبقى عايزين نقفل باب التسول العاطفي ده او تسول الاهتمام، لانه طول ما هو بيشتكي كانه بينشط ذاكره المرض وذاكره الالم والضيق والهم والحاجات اللي هو بيشتكي منها. هل الشكوى بتربح يا دكتور؟ يعني على الشكوى هل بيحصل للناس ان الشكوى تعود عليهم بنفع وعائد؟ يعني ربح، بس ربح سلبي. يعني مثلا من النماذج اللي يعني بتبقى سايده قوي
انه ام مثلا اولادها اتجوزوا وسافروا، فتلاقيها تشكو كتير من المرض وتتصل بيهم كتير، وكل ما يكلموها او هي تكلمهم تقول لهم انا تعبانه، وده بيبقى نوع من محاولتها لاستعادتهم تاني حواليها عشان يقربوا منها ويقعدوا جنبها، واللي مسافر يرجع واللي في شغل يسيب شغله ويجي. فهنا هي بتحقق مكسب فعلا، بس ده مكسب سلبي على حساب يعني اولادها ومصالحهم واسرهم واولادهم، عايزاهم يبقوا حواليها. طب يعمل ايه الشخص مع الدكتور، يعمل ايه الشخص اللي ما لقاش حد يسمعه؟ هنا يا اما ان هو يعتمد على نفسه ويحاول يحل مشاكله بنفسه، يا اما بيتورط في انه يعمل بقى صرخات الاستغاثه من خلال الشكوى، شكوى بالمرض او شكوى بالضيق او شكوى باي حاجه، على اساس ان هو ينبه الناس ان هم يسمعوه. بس لما بيلاقي فايده من الحكايه دي فساعات يتعود عليها وتبقى نوع من ادمان التسول للاهتمام. طب هل من ممكن ان احنا نعالج الناس اللي عندهم كتر الشكوى فنوجد لهم بديل لده؟ احنا بنتفق معاهم اتفاق محدد، نقول له يعني بدل ما تشتكي اعمل اي حاجه، كاننا بنقفل الباب ونفتح باب تاني. نعم. يعني انا بشتكي من حاجه، فلو ادمنت الشكوى معناها ان انا منتظر الحل يجي من حد غيري. بقول له لا، طب وانت ليه ما تبقاش جزء من الحل؟ طب ما تعمل اي خطوه، اعمل اي حاجه بدل ما تشتكي على طول. وحتى من العمل يعني بنقول له ايه؟ بنقول له يعني مسموح تشتكي لربنا ماشي، انما الشكوى للناس هي تسول ومذله، فما تكثرش شكوتك للناس، اشتكي لربنا واعمل حاجه. يعني الاثنين دول بنعتبرهم ده المخرج الايجابي لادمان الشكوى. دكتور محمد، احنا دايما بنتنور وبنتشرف وحضرتك بتعمل لنا اسهامات واطلالات مهمه جدا جدا، وخاصه لو كان القضيه اللي احنا بنتكلم فيها تتعلق بباطن الانسان. شكرا لحضرتك معالي الدكتور، وان شاء الله الى لقاءات دائما ان شاء الله.